بسم الله الرحمن الرحيم. استكمال لما تم شرحه في موضوع حساب الحجم الأشكال الهندسية موضوع المكعب، نطرح هذا المثال التوضيحي. مكعب طول ضلعه 8 سنتيمتر، المطلوب احسب حجمه. نلاحظ أن معطى من خلال المثال أن المطلوب الحجم مطلوب، والمعطى الطول يساوي 8 سنتيمتر. بتطبيق قانون الحجم للمكعب نجد أن الحجم الـ V يساوي L في L في L، وبالتعويض عن قيمة الـ L وبإجراء العملية الحسابية نجد أن حجم المكعب يساوي 512 سنتيمتر مكعب، وهو المطلوب.